جواسك وين؟ ما موجود. ها؟ ما سوى جواز، ما سوى جواز. يعني هاي وحدة من المخالفات المرورية، الأخ ما عنده إجازة. نعم. وبنفس الوقت ما مرتدي حزام الأمان، راكب بصفة ما مرتدي حزام الأمان. نعم. هاي وحدة يعني من المخالفات. يعني هذا مو دليل إنه أنت تريد تروح للمستشفى. أولاً إيش قد عمرك؟ 2005. قد عمرك؟ 2005. ليش ما مطلع إجازة لحد الآن؟ يا أخي هاي ما يصير تدخل العجلة، هاي لها تبعات قانونية عليك. يعني شنو إجراء القانوني؟ هاي إجراء القانوني، هاي نودي للحجز المركبة. نعم. والأخ نحيله لمركز الشرطة. نعم. لأنه قاصر وما عنده إجازة سوق. نعم. دخول العجلة بدون إجازة سوق. فيما يخص هذا الموضوع، أنه نتمنى أنه يكون وعي من قبل أولياء الأمور، أي شخص أو أي حتى لو كان عمره عابر ل 18 المفروض تكون عنده إجازة. بما أنه هو ما عنده إجازة، ما مخول لقيادة المركبة. احنا راح نتخذ الإجراء القانوني، وأكيد واجبنا هو حمايتكم. لكن أيضا ذوي يعني والده راح يتحاسب قانونيا. نعم. قانونيا كودا انه طاس سيارة. نعم. يقودها بدون إجازة سوق. وإذا بس راح نشوفه هو قاصر أو مقاصر. نعم. إذا قاصر نحيل مركز شرطة، إذا مقاصر نحاسب على إجازة السوق. اتخذ إجراءات القانون. نعم إن شاء الله راح تلقي إجراءات القانون.